ولقط مشهد ما أعرض أنه بل دادو إلا داد بردين وداد التراب هذا بالقطر بس بالقطر حين أنا بنقعد على القطر هذا اليمتى؟ ما معك لا تصل الشبر ما معك إلا ممشي القطر هذا اليمتى؟ لا تصل الشبر أنت أصل المكان اللي تبي تنزل فيه تمشي مع الزفر وين تبي تروح؟ معك تريلات ومعك حملة ولازم تمشي مع الطريق ما في جوجل ماب؟ الا في جوجل ماب بس ما فعلناه ما نفعل احنا يا هلال بالغرف الصيف في الصيف جوجل ما نستخدم غرف الصيف خلاص انت مو على طريقنا طعمية السلطان ما بشيء كبوك ابعد عني عن البل باخذ البل بالبوري او ان شاء الله ما تجي العصر عندك والله من ياخذ بالبوري من يمنك صغير اي والله هيا انت حان الاول وقفها وموتت وهذه وجعت وهذه ولا غير يا رسرح معها تطلع 10 كيلو جرادها وقدامها من الصبح تطيح الشمس تهرت وراحت على اذهبها يا سيلة راح يا سيلة راح لا من الدلال ما بقى طبعا عمي سعود في العالم الموازي قاعد يتمغط الرجال وسهل لاحق السهر البارح وسهل ايه سهل الشرون عندها ايه ولا اجى الساعة 9 علق برضوان وخلاها واخذ شو يسوي في رضوان؟ اخذ الدجاج وتغدى ويجى العصر جاء يوم يجي لما يقع والله قال قصيدة يا ابوي عود للبيت قال قلب الغادية قلب الغادية قال كيف غدت؟ قال شفت ورديت تو كذاب كيف يغني عم سهل يا ابوي كيف يغني عم والله غنى لك الصيدة وضيع يلا انا طلبك يلا طلبك نكير قدامي ومكورة سهل قال ابوي قال يا ملبي من ورا علبي اي قال فلانة ضايعة قال وين ضاعت؟ قال هنا ما ادري هنا قال اروح ركب معي وهم جو مسبرة ولهم في مسبار تعينوا لما يشوفون شيء وها الاصبع حق السيارة ينقز اي فك الكبوت و وثبت الاصبع علشان يعود يشغل. ترحم. لحظة يا ابو والسايب برا. بعلومي انا وابو مخلد. ايه. شفت ابوك يوم انه صغير. ايه. يضيع واروح ادوره يرسلني ابوي ادوره. دوره انت؟ عمي سعيد وابو سارة هذا اللي هذا طوله. ايه. ما بقالطين على بيت العوالي يقول نزل الاغراض. هذه قريب. ينزلون اكياس الرز مخنا ما عند مرضي راضي يحسبونها بيتهم يا بندر النمر يقول البيت شادين منها لهم خمس سنوات ابوك انشت ابو عقاب ابوك يضيع ويرسلني ابوي ادوره وانا صغير اصغر منه صحيح ابو عقاب اصبر ابو حشر ما نبي عندهم انا ابوك ابوك ما بعت من والسروال القصير تحت الحرام هذا ابوي وابوك لا أتنين. والله أنا أبوك رايح من بالحرام وسروا والله أنا أذكره يا أخي تصدقني من صغر سنك وأنا معجب في صوتك صوتك صوت فن فن تدري أني ما تسمع إلا أصالة وأحلام ومحمد عبدون تدري ان هذا اللي يغنن علي 24 ساعه تلقائي والله العظيم مره بجوا دق علينا يغنن علي ابو ترى يموت الولد ما ينخى كل رجي 30 اللي برا الفطور احتزم له الثنابي والله العظيم والله لو تبى يطبخ لهم 10 قعدان لا يطبخ يا وجه الكب دعان يطبخ كل امر وجه هذا وجه وش تبى؟ بحط لك الحين في نص بيض عيون بيض بيض عيون ايه بنص الحين الجو فيك لما اضرب البيض عيون مرنا مروعنا الكبده هذه كم ذبيحه هذه؟ احنا نجيب حق خمس مدكينا الحين يا ابو حشر خمس طازج لا طازج الا الطازج يا ابو حشر يلا ها يا ابو سعود قرد سنود اطلي عارف قدك والله والكبده حالها اطلي ويش شنو كبسه هذول ويش؟ لا مقلقل قلقل؟ نعم ايوه والمعلمات على جازه في المجلس وين؟ تمام طيب. طيب. ولد ابوه هذا مقلقل انا قال لك ابو حشر الامور بسيطه بسيطه كل شيء بسيطة. كل شيء بسيط ترى انك فيه الاسد ازقنك سقنا هذا المعلم تعال تصرف انا يا والخير واجد والله لكن اللي حال الليله ما باليوم وبس اقول انك وافي وعلومك غانمه اي والله اي والله ابو حشر انت ابشر بمره وتشوفوا ما سدهم هذا اي ترى لعانه مليان الله يرمي فيها ب 500 كيس نبغى نطلع المضارب ونصب لهم شو
الله تبارك الرحمن، الله يبيض وجيهم، عز الله انهم جملون. هذا يشبع الحاج جداج اللي يقولون، قلقل وكبده والقشطه الحمراء، القشطه الحمراء. يا ولد نادى الرجال يا ولد، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا ابو صعب هلا، نادى الرجال وين؟ عدوا عدوا عدوا، ما شاء الله ما شاء الله تبارك. هلا يا ابو عقاب، انتم كذا ما تبخلينا انا تذبحون يا ولد. حنا نتقلب في نعمة الله، الله يديمها علينا، الله يزيلها إن شاء الله. يا هلا يا هلا، الله يزيلها. هلا هلا ولد غانم الصغير، أحلى عيال غانم الصغيرون عند دلوعتنا هذي. أسعد من نجي يا أبو حاشي يا حبيبي، وأسعد من نشوف. الله يحييك حسام الحين، وين بيجي لي يمكن أضرب لك يزق الخشمك سيدي. أفطر أفطر، الله يحييك أفطر، الله يبيض وجه النشام. يا أبو ترف الله أنا يبيض وجهك، إي والله. عد جاي يا أبو وليد، عد افطروا. والله يا افطر 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 افطر. تراه تراه فطور غدا عشاء، افطر. نعم ما يسد. لا والله انت غدا لا كفي هذا. لا على الضمان، لا اله الا الله يا ابو سعيد، لا اله الا الله. الساعه واحدة حصل الطلي جاهز. هذاك والله ما سوق البلحم. سم 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 حاضر. وابوك اليوم البلحم طلع من امس طردني عن البل، يقول تجي البل بالبول ليه؟ انت على النظم ما قدرت. ابشر بس سعد، ابشر بس سعد. لو عاد تسوق انا ابغاك تسوق. هذا والله مشكله. افطر افطر افطر. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. سمعت الرجل ايش يقولون؟ شروه من حقنا نطر المضارب. او ايش رايكم في الكشخه؟ واهم شيء القلم والمشط، اكد بلحيتي كشخت والربع يفطرون ان شاء الله. هالحين اليوم من مفطر عينا من الله خير، سمانا بالرحمن وقدمنا، وهذا اليوم الثالث، واليوم معنا مطولين الشده، ما حتى يمكن منخليها تصل 40 بالحفيه تودينا عضيه اللي احنا نمشي معاها، لكن بنقدم لنا في 40 كيلو ونكف، وان شفت الوضع ما يسمح بعد وقفت زياده قدام ال 40 في 30 35. الامور طيبه ان شاء الله، طيبه. بس الحاجه المهمه عندي شني، انتم مستانسين ولا لا؟ علموني اذا كنتم مستانسين اوقف خليها هنا وامشي اسفركم برا للدول الخارجيه، تمشون اللي يحبون المناظر يحبون السفريات. اني والله ما ادري علشانكم، والله عشانكم انتم مستانسين. علموني والله انا شدتنا 36 كيلو، حددنا نقطة قدام وراجعين الحين، بنكمل بالسيارات وبعدها ننتظر النياق تجينا. امس شدتنا طويلة واللي قبلها اطول، ونبه ترتاح، نبه الوضع يهدى عليها، واليوم نقف من بدري ان شاء الله. قاعد انتظر حقين السيارات بس، العيال اللي السواقين عشان يجي يتجمعون ونوجههم بس، ونتوكل على الله. بسم الله توكلنا على الله، شوفهم جو. يلا يا عيال الشدة 36 كيلو، نبي نطلع من العثية ونتجي الشمال. هذا مع الشدة شدة كاملة؟ لا شدة كاملة، اليوم نبي نريح. البل فيها حفا وفيها تعب، وانا اعرف انكم تعبانين واموركم تعبانة، لكن نبدأنا احنا دوب جانا بسيطة، وانا التعب كلها بسيطة، كلها بسيطة والله بسيطة. الله يجعل سمي ابو ترى بسيطة. الطليان ماخذ من اثنين، وعبد الله ما في موتر، ما في جوال مقفل على حرام من الشارقة ومن حشم، ترى الشروق ابو غناطي دق عليه جوالها مقفل. سيب كله مقفل. اي والله مقفل. وانا ما اقدر اسرق لانه ويروح مقفل. انا ماني مسكر عليك يعني، انت غاوي. انا والله خبره ذا بجربه. انا كنت حايلت فيه حايلت فيه. انا والله قايل لكم احترسوا مني. إيه. رجال خبر يا ولد. ها. اجا من الرجال الخير هذا حطه في السيارات. من هو؟ الرجال الخير. والطليان. الطليان؟ يا ولد خل الطليان تروح. تكفى لا تلعق اخوي صار يطلع. يا بندر تعرف تسوق الوايت؟ لو تبي تسوق هو على تندتي. طيب انت كم يوم انت تسرق طليه تروح؟ على تندتي. لا لا انا ماني الحين دقيقه، الغرفه ما انا ماني بسروق يا ابو الغرفه. والله اني حارس التيجر واني معي مار، ما ادري كيف جاي يوم رقيت البيت. هذه سواتها العام انا جددها. انا عرفت ولد، انا عرفت الغرفه ما فيها طليه، الغرفه فيها البطاقات اللاتينيه فمقلط. ولا لا والله لا اجي املكها، اصبر علي يا ابو عرب تنهب ولا منها. اطرحوه 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 لي اطرحوه. لا 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 انا بتكايت لك، خلنا نقرب. ما معك بالراس هذا غير التكايات.
ردكاتنا على المصروف مصروف يا ولد يا الاسد. انا طحت في اخوانك ولا اللي حرامي ولا ينحاش ولا انا وش تبني اسوي يا ابو حج؟ ولا والله انا الامور بسيطه وميسره، ولكن انا يمكن لو اجيب حتى ابوي معك يا ولد توحيني. يا ولد توحيني تراك وجهي من البوق والغدر. والله اي والله والله ما وجه واجه ما يجيك البوق غير منه وجه الغدر والبوق فيه. الله عطاكم اليوم السبت تبعبر. والله ما اخذ غير اثنين، والله لا ما اخلي لكم في الشب كله واحد، لا اخليكم على كرتون الدجاج والحمد لله. السبت نزل ابى احط طقم طحت في الحرميه الصح. اوكي الله انك صادق قمت تقول انسابك هذا براسك. خل حديدك والطليان دوري هيك روح يا ولد. الله يعيني السبت احط على شبكه الطليان قبلين ابسط براشي من زمان. ترد اخوانك قبلين؟ ايه ترد ما برمز يتحن وزار. والله لا تظل يشيل معاهم، والله لا تظل يشيل معاهم ابو هالغمه. ابوي البارح يقول له شبكه الطليان الذيب لا يهجدها، ما ادري ان الذيب معنا. ما ادري ان الذيب في شبكه. صراحه طلب السلام عليكم. من الدجاج رايح ندوج ولا انت رايح؟ انا رايح عندي شغل. وين هو شغلك؟ وين انت باج؟ باج بالخلاوه من الضلعان هذه وش تدور؟ ماني من الضلعان، انا جاي من المهد. وش تدور في المهد؟ اجرت لي فندق ورقدت اتنظف وهذا تروش وانتم الترويش والنظافه ما تطلع النظافه ما رجل بس العرب راح وانت قاعد بدمنا تدوج مع الخليال يا داي. تبون يا توسخ زيكم؟ ها؟ تبون توسخ؟ وسخين الوسخ انتم مثلك. انتم انتبه للبل بالله يا حبيبي يا قلب انتبه للبل انت لعبت. هذا عمي سعيد. سلام عليك. السلام. صبحك رب الخير. والله لو السلام ما يكف لك. ليه يا عمي؟ اسمح لي يا اسمح لي ترى الرجل ذول انت جاي للفنادق والمسادح ولا جاي للبل؟ واللي يجي البل ما يروح لا تجيني يضحى ترقد في الفنادق تجيني يضحى؟ نعم انت في عقلك؟ انا رجال معي. رجال وش معك؟ ظرف الايام هذه وعرس. معك والله قلت الخاتمه لا لا يا المهم هذا الشيء هذا يا عمي احس انه ما يعنيك بس بالله تطيع. وش اللي ما يعنيك؟ اروح فندق اروح ادج مالك شيء. وانت متوصي على البل انقلع انقلع يا عبي زين زين متوصي انت؟ ابى اوصيك انا. وانت وش حضرك توصيني؟ وانت وين انت؟ مغر يمكن ارشد انا. انقلع دقيقة ابى اهريك اقول اذرف اعوذ بالله من يا احمد يا موريتاني يا عايض يا علي لا تهرجونا انت بلال بالله توحم الشياب زي ما قلت لك. بحك الله بالخير. ابوك قام علي وعمي سعود معاهم حق ولا ما معاهم حق؟ فويش يقولون وش خلاك تروح للفنادق وش احنا جايين؟ لا ما معاهم حق مرة. هذول يبونك طول عمرك في الحياة الناشفة والبرود تلوعك والمبارد من حيث تبع رح ويا وتيل من 250 كيلو جاي ما تقدر تسوق له علمني وانا ود يا زين العقل. بس انت وش تبي؟ انا بسلامتك بس بكلمة حق لان الدائجة سني شاق فالاسلام ولا لا ما هو بصحيح الا يا المكرم لنفسك. الله ترى اذا انعم عبد يحب يشوف اثر النعمه عليه. ما تروح تعيش في الشقة والحياة. خلاص انا في الشقة من يوم اصبحت. انا بترويشه بدش ترويشه ونومه دافيه وقومه بغسل مدافي لا يا ابوي ولا عليك فيهم مره. واللي قالوا لك حق ولا ما حق قل عند خشومكم بس علي الحرام اطلعك اجمل النوضه. وين طارك اليوم؟ اليوم طاري طيب ابشر. انت فطرته؟ انا يفطر ما شاء الله تبارك الرحمن. والمعاون معي ابو ساره. لا كف ابو ساره ما يعرف لما غير انسان انت ولا لا يعرف اكبر صقار هو ما شاء الله ما شاء الله. اي والله انا عينه طال عمرك من ضمن قصيدتي اللي غزليه بس ابختصرها. اسلم. اللي يقول فيها ارجوك يا موجه سوالك فهمته يا ناشد عنها ولا انت بوكيلها لاني بتانيها ولا ذاكر اسمها بنت الرجال اللي تنقض جديلها مرفوعة الهامة عزيزة وغالية ولي الشرف في حبها وانتميلها تاخذ من الحر النداوي عيونه والعنق عنق اللي سريع جفيلها وبالمختصر في حبها مالكتني والله مرخصها ولا انسى جميلها. الله الله اي والله. صباح الخير. صباح النور. كيف حالكم؟ ما ادري باقي فندق في مهد الذهب ماسك انت؟
من عماركم يا غازي وين بعد. وين ارعى وين رعى المراجل والبدوي وين راحت؟ والله علمت اني بروح اسكن معك. شف شف النصر واسكن في اشقق وخذ راحتك وروح تمشى الحين لف لو ما جينا غير العصر وخذ راحتك يا ابوي. بزعل علي عمي سعيد وعمي لا لا ما اصل عمك وعم سعود ما بدري عنك تقول بيجون لك قدامهم ما يدرون من وين جاي. طالبوني اصلا ما يدرون طالبوه عرضوه يقولون وينك عن 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 مرجله الريجين. ما عليك منهم روح من حتى بقى. والمراجل والريجين الفلا يا شيخ والله انك اصلا انا الى حصر الى حضر الرجال هذا ما عاد علي من الباقي ما اصلا ما يدرون من يروح ومن يجي. ايه انت كم اخذت ابوي معك في كابتشينا في الفندق؟ كابتشينا مساج سونا بخار كلها من. ما انت فوت هذه. لا لا روح انا وياك عمر. ما انت فوت هذه. ما شاء الله تبارك الله. ربع عاب عطاك كلمه. وشاني؟ يوم تقول ابي طالبني عمي سعيد يقول عمك سعيد ما درى عنك، يعني انت وجودك مثل لا يعني عمي سعيد مخرب. يا بطل ابو عقاب. اللي راح واللي تقدم واللي عس واللي جاء ما داري عن الشغل. ولا يدري الرجوله. توك بعرف على التوب حقها الحين ما افهم. وش التوب؟ انت اللي تمشي معه ما ادري عنك. وش تتفرج في اليوتيوب يا ابوي؟ والله ما يتفرج في قصص ويتفرج لا في المصارعه ويتفرج في المصارعه ويتفرج في افلام ما ادري وين ما افهمك ما افهمك حتى لو الفطور والكرامه.